واش العشرين واش لافامي، معكم رايدر تونين في اون نوفيل فيديو. وهاد لا فيديو حنا جايين دابا من الخدمة ياك، من الاخر الخوت غادي نمشيو باش تشوفوا معايا الدراجة الجديدة اللي خديت واللي غادا تعاون لي البيضة مونامور، واللي غادا تولي بحال اللي قلتي غادي تولي الدريرة ديالها. لا لا الخوت، لا ما غاديش نخليهم يتخاصموا، فهمتي، غنحاول كل واحدة نعطيها حقها. المهم غادي نمشيو عند خونا وحبيبنا مهدي موتو ستريت، المهم موتو ستريت غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو جميع المعلومات الخاصه بموتو ستريت، الانستغرام، شين يوتيوب، نمره التليفون، لادريس، لوكاليزاسيون، اي حاجه. المهم مهدي موتو ستريت كيبيع الدراجات الناريه الصينيه وحتى اللي بغى اس اش دبليو ولا اون بورتي نوف. سمحوا لي راني مريض شويه ديال اليامات، الكحبه الله يشافي، قولوا امين، انتم قولوا امين. المهم هي هذيك غادي نمشيو عندو اخوتي باش ناخذو من عنده الدراجه ديالنا. انا ديجا فهمتي خديتها من عنده، بقى غير يوجد ليا سيرتيفيكا يعني شهاده الملكيه البروفيزوار باش نمشي ناسوري في هذه العشيه ونهار الحد ان شاء الله. اليوم شنو الجمعه، الحد غادي ان شاء الله نهبط بها باش نروديها. والفيديو الجاي، الفيديو الجاي الخوت، المهم غادي تعرفوا دابا الدراجه ديالي اللي خديت اللي هي دابا تشوفوها، دابا تشوفوها. المهم كاينين بزاف ديال المميزات علاش خديتها، غادي نوصلوا ونقول لكم شنو هما المميزات وعلاش خديتها. المهم ما نحرقوش المراحل، خليت نوصلوا. كما قلت لكم الحلقه الجايه او الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون خاص بجميع المعلومات عليها، كيفاش ترودي، كيفاش شمن زيد دير، ولا ما عجبتكش ديك الماركه اللي مثلا غندير انا نعطيك الكلاسمون ديال الزيوت كيفاش تقلب وكيفاش تاخذ والزيت اللي غتستعمل وتخدم لك. صافي هادشي كامل الخوت غادي تشوفوه معايا في الفيديو الجاي، وغادي نمشي بحال والو انا والياس الروديو بحال والو، المهم بحال والو غادي نمشيو نروديو الموتور. المهم في جميع الحالات غادي نخرج الدراجه، سواء شديت طريق طويله جديده ولا شي بلاصه بحال هكا حتى اقرب نقطه تقريبا لينا وبعيده شويه مزيانه للموتور، سواء خديت هذيك الطريق خديت شي طريق اخرى، راه غادي وكنهضر معكم فلوغ راه يكون زوين خاص بديك الدراجه. واي واحد كما قلت لكم عنده، عرفتي راه ما كيبان ليا والو، راه غادي مقدم تما ندير فيزير سولير دابا مزيان. واي واحد عنده دراجه كبيره انا كنصحو ياخذ دراجه صينيه باش يعاون بها، حيت موتور كبير صراحه كيتكرفص الا كان عليه زعما الضغط بزاف، ديما راكب ديما غادي مسخر به ديما، فهمتي ما خدامش، خدام غير الخراجات والطريق طويله، اما المدينه وداك الشيء ما خدامش، كاين شي مطر ما خدامينش من بينهم نيت تيماكس. تيماكس راه ما تيبغيش طريق بحال هكا ديال بحال هكا بحال هادشي اللي كتشوفوا دابا، تيبغي الطويل بحال دابا تقريبا مثلا نقولوا مثلا من المهم تقريبا طريق فهمتي ما نقولوش طويله بحال غادي مثلا لمراكش، ما غاديش نقولوا سميتو مراكشي لك تي في كازا، كنهضر على انا دابا كازاوي ولا سميتو كازا ولا ولا المحمديه. المهم اللي طراجي كيبغي فحال هكا، كيبغي شويه المحمديه شويه مطولين، ملي تزيد وقف فحال ما خداماش الخوت، ما خداماش. هي شوف راه موطور راه خدام كيضرب وقت ديالو الله يعاون، لكن انا كنقول لك انت الا كان عزيز عليك الدراجه ديالك خذ داك الشي موطور الشين وعاون به، عاون به. وكنتمنى من جميع او جميع المسؤولين اللي كيدخلوا هاد الدراجات الصينيه يديروا لينا دراجات صينيه سيلندر شويه كبير باش حتى حنا نقدروا نسوقوا في لوطوروت، فهمتوني، حتى حنا نسوقوا في لوطوروت يعني قانونيه، فهمتي، ماشي 50 تهبط لوطوروت يولي شي واحد عاوتاني ضاربك ولا تولي ضاربه، فهمتي. هذا هو البلان، هذا نداء، هذا ثاني مره كنطلق هذا النداء، وكنتمنوا ما نعاودوش المره الثالثه. يلا بينوا لينا نسحب الدراجات الشينويه، دخلوا لنا شي سيلندر 150 125 يكون داكشي فيه بلاكا داكشي ليغال باش الناس اللي عندها بيرمي تهبط لوطوروت، واللي ما عندهاش راه كاين السيكون، راه موجود السيكون الخوت، باش ما بداوش ينقزوا عليا وتاني شي وحدين لا انت تحت عندك بيرمي لا عندك هادي. انا شوف انا ما كنعطاكيش الناس اللي ما عندهاش، كنهضر على الناس اللي باغا موتور يكون فيه بلاكا، وراه شوف كاينه بلاكا وكاين ماشي بلاكا يعني كبيره، داكشي الاختيار كيبقى ديالك، حنا بغينا بلاكا كبيره صحاب مطر كبار، ودير حتى نفس وسير دير بيرمي مالاش فيها. والمهم
نادم ما يبقاش عاين نقز ويهضر وصافي. المهم دابا هذه غير فهمتي غير هضره. غنوصلوا عند خونا مهدي موتو ستريت حيت دابا خصني ندير شي انحرافات ما خصكمش تشوفوها باش دغيا نوصل عنده حيت لقيتي غادي فحال هكا ابقي لهنا. فاصل ونواصل الخوت راكم حفظتوا معايا. فاصل ونواصل يلا واحد جوج ثلاثة تنوصلوا عند خونا مهدي. ايوا ها نحن نواصل. اوه عرفتي بالخف تخففت او تخلص من ديك الزحمة كون بقيت كنهضر معاكم وبقينا تما. صراحة شي اش قلت لكم انا موطور كبير ما خدامش لهاد اللعيبات هاد ما خدامش بالرجولة. خاصنا ماطر صغير ورين الشين وكي تخرطوا فهمتي ما توقفش. ها هو ما نطلعوش فوق التروطوار الخوت حيت باش ما نديرو نجيوش الناس او المارة او الراجلين حتى تقدر تكون منهم فهمتي ما تبغيش لي ديرونجيك. هو هذا حنا دابا في الطريق الا مشيتينيش انا من هاد الطريق ما عرفتش واش غتعرفوها ولا لا. المهم لوكاليزاسيون راه كاينه غنخليها لكم في الديسكريبسيون باش تشديكم نيشان فهمتي تورق عليها تصيفطك نيشان عند مهدي سينو تخدم بالخريطه وتعرف في لوندروا فين جات ولادريس ديالو يعني مكتوبه بحال هكا راه كاينه حتى هي غنخليها لكم. ايوا سيروا عندو راه بالرجوله راه كيتعامل بكل رجوله في الاثمنه. وسير تسول سير دور قلب وسول وشوف داكشي اللي داروه معاك جي سول هنا عاوتاني وغادي يبان لك البلان. انا ماشي كنقول لك حيت صاحبي ولا شي حاجه ولكن انا كنشوف كنجلس معاه بزاف كنشوف كيفاش كيتعامل مع الناس كيعطي الناس حقها كل واحد كيعطي حقه وكيشرح ليه ماشي كيجي كيقول لي هذه زوينه هذه هذه كيقول لي هذا الموتور زوين ها شنو فيه هذا زوين حتى هو ها شنو فيه وكيبقى الاختيار ديالك انت. المهم ها هو مهدي موتو ستريت نبلاصيو وانا معكم. كاين واحد الطوموبيل وراي خصني ندير لها رابيدو رابيدو. نوقفوا الموتور شي بلاصه اللي نمشي نحطو حداه تما وانا معكم. يلا فاصل ونواصل الخوت. هذا هو المحل دخلوا مهدي سوبرمان زيد 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 القبضة الحديدية. فين خالي بخير هاني ليا او تخلينا كيفاش نديرو البنادم مع السسبانس صافي باقي ما شافوش واقيلا ما بانش ليكم ياك بانوا بانت بان خوت. هذه الدراجه ديالي كوبر وينر اس جديده كليا اللي تبدلوا فيها الجوينطات وتبدلوا فيها شي حوايج من بينهم. اشنو هما الحوايج الاخرين من غير الجوينطات؟ تبدلوا الجوانط وتزادت هاد اللعيبه ديال التاريخ. ها هي اللعيبه الخوت هادشي كله شتو. انا بغيت فهمتي ندير لكم السسبانس وصافي. الدراجه ديالي هي هادي سيرتيفيكات بروبريتي يعني شهاده الملكيه ديالي بروفيزوار وجدها ليا الخوت. ولكن مازال ما ركبنا لا بدري لا حتى شي حاجه. ويلي يا صاحبي وقلت لك اش كاين صاحبي تكرا باغي ندي معايا راه كاين الدري اللي غيسوق. مهدي بغيت شي تخسر معايا مهدي ياك. واش كتفلى عليا مهدي. صافي حيد حيد ناضي كنادي كما العاده ناضي 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 كلاكسون خدام. صافي اخويا صافي 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 خلي لي ديك الجريمه ديال ليسانس خلينا انت توصلنا للستاسيون اخويا خلي صافي خوت. هذه هي الدراجه ديالي هذه اللي غادي تعاون لي تي ماكس وهي اللي غتكون الدره ديال تي ماكس المهدي ياك. صافي دابا انت انا عندي نيت وحدها علاش اسمح لي واحد النقطه اسمح لي مهدي دراري مهدي راه هو الاول خداها انا نوريها لكم اسمحوا لي اسمح لي الشاف اسمح لي هي هذه الخوت هي هادي هذا هو الموتور او الدراجه ديال مهدي شتو خدا في هذا اللون وانا ناخذ بحالو حتى انا خديت نفس اللون. صراحه من بين المميزات اللي عجبوني في هاد الدراجه مهم بالنسبه للجوينطات راه نوفو الخوت حيت هي كاين الزحام ما عنديش كيفاش نوريكم هذا الشكل الجديد ديالهم وتزادت هاد البلاصه ديال التليفون وداك سميتو الشارجور ديال 5 فولت يو اس بي ها هو كاين هنايا الكوفر ديال الخوت غادي ندخل نوريكم البلان كيفاش. زيد زيد ورينا خويا الكوفر حيت الكوفر راه هو اهم حاجه في هاد الدراجه هادي صراحه. هاد اللوين زوين ياك انا شوف انا عانتك شوف عانتك اخويا ها انتم جريو ليا مع حد يا خويا داكشي خويا ليا باش يشوفوا الناس خويا صفي ليا باش يشوفوا الفوليوم ديال الدراجه. فوالا خويك هاي سادة الملكية الله يحفظك ليا خويك ديالك
صويك ديالي هو هذا كيجي معاه الصويك غراتوي دي معاك خدمه ها غادي ديال الغدا نيت يا كيحافظ على السخونيه والبروديه ها نصوب عليه ديال الالومنيوم اي حاجه تختار كاينه عندي نسميوك ايوب مول السلسله ايوب مول السلسله انت دابا بغيتي كني عليا دابا راه كنيو عليه في فيديو ايوب مول السلسله خوت ها هو الفوليوم هذا تبارك الله كوفر كبير لافونتاج ديالو اي حاجه تقدر ديرها هنا كما قلت لكم باش ديالك كاسك مسائل المهم هذيك تجي معاه ما عرف شنو هي هذه سويرتات اللي كيجيو بروفيزوار بغيتي مثلا شي نهار ديباني راسك خويا مهدي الله يعطيك الصحه ومرحبا بالدراري اللي جيتك مرحبا بهم كاملين انا شوف انا هضرت معاهم شوف قبل ما نجي عندك جاي كنفلوغي قلت لهم ودي اللي بغى شي حاجه يدوز عند مهدي راه الرجوله وسيرو حتى تسولوا في بلايص اخرين على الاثمنه عاد جيو عنده لا انا قلت لهم شوف الناس كتقلب على الرخا وكتقلب على المعقول صافي سالينا جوج حوايج الحمد لله المهم بلا ما نبقاو نصبغوا فيه وداكشي تقول اخونا كيصبغ صافي عيطوا ليه هو راه غيتكلف سالينا الله يحفظك ليا با مهدي لا لا غنعيط دابا خويا الياس هو اللي غادي يصوفيني غادي نمشي عنده للدار نهزو بالموطور غنركبو فوق هذا نحطو الاخر في الدار نعم راه اللي يمشي لسوري راه خوت نمشي لسوري شوف شوف بلا باش نمشي مشيه وحده ونقطع الفلوق ديالي خوت هذه هي الدراجه والفيديو الجاي ان شاء الله غادي تفرجوا فيه غادي نفلوغي ليكم هذا موتو ستريت او اللوغو موتو ستريت موتو ستريت راه هذا شوف شوف المحل راه شافوه غندير لهم شي دويره فنايا صافي عندهم بيرمي وغاش حاجه كبيره ويلا لقيتيني دويت هاد اللعيبه ديال البيرمي حنا بغينا خويا شي مواطرات صغيورين بيرمي حتى هو هذا راه شويه ياك سيلندري صغير فيش سيلندري صافي صافي سيدي غندير واحد الدويره كما العاده السينيماتيك دار حيدتي اللعيبه ديال البروتيكسيون اي محل خصها تكون فيه هادي الطفايه ديال العافيه خويا مهدي غنمشي قبل ما تسالي لاسيرونس الخوت تهلاو ليا فراسكم بارطاجيو والفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون خاص بهاد الدراجه باش يقولوا لي الروداج باي لعيبه غادي نخلي لكم فيديو سوا الخوت تهلاو ليا فراسكم مهدي الله يعاونك خويا الله يحفظك صباح الخير عليكم الخوت اليوم البارح كنت سوريت كما شفتوا في الفيديو اليوم بغيت نوريكم الدراجه وحطيت وحده تي ماكس التصويره الخوت هي لا مينياتور ملي كنت دير الباش لهاد الدراجه مهم راه هي هذه الخوت بغيتكم تشوفوها بنهار مزيان حيت انا الشمس او الشمس مشمسه قلت لكم لي زافونتاج الخوت كوفر كبير هذا سيستيم الارم قريب نركبو ان شاء الله ها هو الباش ديالها جديد خنيشه ديال الباش تبارك الله كوفر كبير 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 بزاف غادي نحاول نسرك لكم الداخل انتما شوفوا البلان كبير بزاف الخوت نرجعوا هذا الشيء فين كان الباش راه درت عبار ديال الاس اش 300 والاس اش سكاته او سمارت ولا شي حاجه بحال هكا المهم العبار ديال الاس اش باش الى جات ان شاء الله شي اس اش نلقاو الباش ديالها موجود المهم هي هذه الدراجه ديالنا دوبل لومبرياج جوينطات نوفو هما هادو هذا سميتو هذا السيري الاخراني جاو فيه هاد الجوينطات وجات فيه هاد اللعيبه حتى هي هادي الا بغيتي تحط التليفون ديالك هنا يتشارجا غادي في الطريق او فيش ديال اليو اس بي 4 ماشي الفيش يعني فيش فيميل ديال 5 فولت غير هو واحد القضيه ما تكونش غادي في المدينه وحاط التليفون ديالك هنا وكتشارجي هادي خدامه الطريق طويله المدينه راكم عارفين تقدر تكالك لا المدينه راكم عارفين تقدر شفاري تكالك على التليفون مهم انا نشعل لكم الليلاد معروفه معروفه الخوت كونتاكت فين هو الكونتاكت انا هما الليلاد كيبانوا في وضح النهار فاركود الفار باقي ما شاعلش شاعل شاعل والو صافي الخوت هذه الدراجه المهم اي موديفيكاسيون غنديرها غادي نوريها لكم المهم لابيل غادي نحيدها باش الرودي على خاطري مابقاش يضرب فيه البرد هذه اول حاجه ثاني حاجه هاد الدوفون اللي بالكربون غادي نصبغوه كحال الماط البنو قدامي بحال والو غادي ندير بنو ديال اللور غنشري واحد ديال اللور كاين دا بحال هذا وغادي نضربو القدام باش الموطور كما قلت لكم في لي فيديو القدام ديال الموطور اللي كان عندي قبل ديال الشينوا باش الموطور يبقى ستابل في الطريق صافي هادشي اللي كاين الخوت اي حاجه اي موديفيكاسيون غنديرها غادي تشوفوها معايا يلاه الخوت تهلاو ليا فراسكم وما تنساوش تبارطاجيو
وهذه هي الدراجه الجديده اللي غتعاون البيضه مونامور. ومن وراء البيضه مونامور غتبقى ضروري هذا الكوبر ديما غتعاون اي موتور خديته من وراء هذه ان شاء الله. وخليوا لي في لي كومونتير اشنو غادي يكون من وراء تي ماكس ان شاء الله، حيت ان شاء الله تي ماكس ملي غنبيعها ضروري غناخذ موتور واحد اخر. في نظركم اشنو هو؟ يلا خليوا لي في لي كومونتير كما العاده نعول عليكم او نعول على الله هو الاول، عاد نعول عليكم صافي. يلا تهلاو ليا في راسكم. ايوا